الخيار الذي دعمه المجتمع الدولي وهو المجلس الرئاسي الحالي ثبت فشله وثبت عدم جدواه في إنهاء الانقسام السياسي، توحيد البلاد من جديد، يعني تقديم حكومة متجانسة تستطيع أن تدير البلاد، كذلك فشل في حل الأزمة الاقتصادية، وشاهدنا الأزمة الاقتصادية كيف تطورت وزادت بعد دخول هذا المجلس. كل المجالات فشل فيها هذا المجلس. المجتمع الدولي الآن يجد نفسه مضطر للبحث عن بدائل جديدة، خاصة بعد دخول روسيا على الخط ومحاولتها دس أنفها في الملف الليبي أو القضية الليبية، ومحاولة أيضا يعني تقديم يعني نقدر نقول عروض للأطراف القوية في هذا الملف، استقبالها لوفد من البنيان المرصوص، ثم زيارة وفد روسي إلى طرابلس، ومحاولة يعني عرض رؤى جديدة على المجلس الرئاسي. كل هذا الأمر يضع الأوروبيين ويضع المجتمع الدولي وأمريكا في خانة البحث عن بدائل ومحاولة دفع العملية السياسية في ليبيا إلى الأمام لتحقيق بعض المكاسب التي يمكن أن تخرج من الحالة الراهنة، حالة الركود الراهن. لقاء عقيلة صالح وعبد الرحمن سويح ليأتي في هذا السياق. ما ذكره أيضا الأستاذ محمد حول لقاءات المجلس الرئاسي بحلف الناتو أيضا تصب في هذا السياق. أيضا ما ذكره أيضا من جلسة الاستماع التي شاهدناها وتفاجأنا صراحة بهذا السيل من الحقائق الذي ألقته السفيرة السابقة ديبورا جونز والخبير في الشؤون الليبية فيدريك ويري، يعني حقائق كنا نتحدث عنها في السابق ولكن لم نكن يعني نعلم بأنها ستصل إلى الأذان المجتمع الدولي وسوف يقيم لها الاعتبار. كل هذه الأحداث وكل هذه الوقائع تفرض الآن على المجتمع الدولي البحث عن بدائل، خاصة أن الكثير من الجرائم التي ارتكبها خليفة حفتر وانتهاكات حقوق الإنسان وتلوث أيديه وأيدي عصاباته وميليشياته بالكثير من هذه الجرائم تجعل مسألة التعاون معه أو محاولة دعمه في المستقبل تشوه المجتمع الدولي وتشوه دول تدعي الديمقراطية وتدعي احترام حقوق الإنسان. هناك قضايا الآن رفعت في محكمة الجنايات الدولية ضد خليفة حفتر وضد عقيلة صالح ضد عبد الله الثني ضد ميليشيات حفتر، وهناك وقائع مثبتة بشريطات فيديو وبصور ووثائق رسمية وشهادات يعني شاهدي عيان على الجرائم التي ارتكبت في بنغازي في قنفودة بوجه خاص. كل هذا الأمر يضع المجتمع الدولي أمام تحدي كبير لتغيير سياساته في ليبيا، محاولة البحث عن بدائل كما قلت. وأعتقد أن سنشاهد فعلا في الأيام المقبلة تغير ملحوظ في سياسة دول أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية تجاه الملف الليبي. طيب.